في كل مكان من حسابات التواصل الاجتماعي نشوف هذه الحسابات، ورق عنب ومحصة، سوير كب كيك، عزيز ديزاين وغيره، بس ما ينعرف هل هذه هبة هبة وفيها ومن بعدها راح يختفون وما بيتطورون. المميز فيهم انهم استخدموا حسابات التواصل الاجتماعي صح، وطوروا مهاراتهم وتعرفوا على ردة فعل الناس قبل لا يدخلون في العميق، ويتورطون بتكاليف عالية في البداية، ولما ينعرفون ويصير منتجهم 10 من 10 بيتطورون في مشاريعهم ويفتحون متاجر ويتوسعون، مثل اللي صار مع أوشي سوشي. بدأنا في انستغرام في 2014 وتطورنا تدريجياً لين فتحنا أول فرع لينا في الرياض. فريد توفيق شريك مؤسس لمطعم أوشي سوشي. خلود عالقي شريك مؤسس لمطعم أوشي سوشي. بدأ مشروع في 2014، كنا في رحلة في سنغافورة أكاديمية طوكيو للسوشي، كان نبغى ناخذ شوية يعني تكنيكات لعمل السوشي، خاصة من خلود كان عندنا المشروع هذا في 2010، وكانت بحكم دراستها الجامعية تشتغل فترة وتوقف، لين في 2014 قررنا رسميا بعد ما نطلع من الأكاديمية أنه نبغى نفتح حساب رسمي في إنستغرام ونبيع من البيت. كان تعليمي كله أونلاين، ما قد تعلمت من شيف يعني معين، فلما رحنا أكاديمية طوكيو للسوشي كان في نقاط بسيطة أنا حابة أتعلمها. ما كانت التكاليف جدا عالية، يمكن بس المواد لأنه إحنا كنا نشتريها من السوبر ماركت، وهذه نصيحة يعني أحب أنصحها للناس اللي حيبدأوا مشاريع، قبل ما يبدأوا يدوروا على المنتجات بأقل الأسعار، يعني حتى لو يقدروا يعني يتعاملوا مع شركات التوريد. احنا صح لنا 4 سنين ويعني تحويشه 4 سنين تقدر تقول انحطت في هذا المطعم. الان الحمد لله فتحنا المطعم، عندنا 15 موظف بيساعدونا. في البدايه طبعا انا وخلود الحامل، والحمد لله برضه هذا الشيء نفتخر فيه انه تقريبا 90% من الموظفين سعوديين. حساب انستغرام ساعدنا انه الحمد لله لما فتحنا المطعم كان عندنا اكثر من 40,000 متابع، فكان عندنا قاعده عملاء وزباين. الواحد لما يبني شيء هو يحبه يعني حيكون مبسوط وحيكون سعيد وحيبدع فيه بالضبط. انا يعني افتكر اول مبلغ جانا لما سلمنا اول طلبيه، طلعت قلت لخلود هذا احلى من اي راتب جاني في حياتي. اكيد انت بعد عندك مهارات تقدر تستغلها وتصير رائد اعمال مثله.